بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع سلسلة كيف يكيد اليهود للإسلام والمسلمين. عنوان ديال هذه الحلقة: كتم اليهود للإسلام. ثلاثة ديال المراحل ديال الكيد للإسلام والمسلمين من قبل اليهود كما فضحها القرآن الكريم. المرحلة الأولانية هو العلم بالإسلام، بمعنى أن اليهود قبل ما تيخططوا، لأن أخطر قوة عندهم دابا على الصعيد العالمي، ما تيهضروش مع البوذيين اللي تيعبدوا الحجر وتيعبدوا البقر وتيعبدوا كذا، ما تيهضروش معاهم أكثر من 120 مليون تما، لا تيهضروا مع هاد الشهادات ديال المسلمين اللي هما خطر، أخطر قوة في العالم على اليهود هما المسلمين. فلهذا اولا تيعلموا بهذا الاسلام، هذا حقائق ديال هذا الاسلام، جوانب ديال القوه ديال هذا الاسلام. هذا المرحله الثانيه، تيكتموا التعاليم ديال الاسلام، هذاك الشيء المهم في الاسلام، الكليات ديال الدين، الاولويات ديال الدين تيكتموها، وتينشروا الفرعيات باش يخليوا الناس يتخاصموا على الفرعيات، اللي هو واش غادي نخرج انا الفطره بالفلوس، ولا غادي نخرجها ولا غادي نخرجها بالقمح، ولا كذا كذا، معناها فرعيات ديال الدين. والكليات اللي هما ليس فيها خلاف عند العلماء من اول الدنيا الى اخرها، كاع مثلا الخشوع، فين هو الخشوع في الصلوات؟ فين هو قيام الليل اللي هي من صفات عباد الرحمن؟ فين هو عدم الخوف من الاجل ومن الرزق؟ فين هو هذا الشيء؟ هذا معناه هادشي دا كاع كله خلينو جالسين تتناقشوا، وحيت تجي تصيب كثرة العلماء، واش هي دير لك شكوشه في الفم وتغوت ودير لهم كذا وتنكر على كذا كذا، وتولي كل حدث حدث الا وتبغي تعلق عليه. بدا انت بالكليات ايها العالم. لهذا اول ما دايرين اليهود في المكائد ديالهم هو العلم بالاسلام، الثاني هو كتم تعاليم الاسلام، والمرحله الثالثه هو تشويه الصوره ديال الاسلام بعد الظهور ديالو وبعد الحركات الاسلاميه اللي تخرجوا وتيخلطوا الحق مع الباطل. كل شيء هذه المراحل هذه كشفها الناس لربي سبحانه وتعالى وفضحها من خلال كلامه اللي هو هدى للناس، الكلام ديالو اللي هو صراط مستقيم، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فقال سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ولا تلبسوا الحق، وتخاطب اليهود، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وتقول سبحانه وتعالى في سورة آل عمران، هو تخاطب اليهود: يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. المكينة الثانية بعد ما شفنا الأولانية ديال أنه عندهم علم بالإسلام ودايرين جامعة قائمة بذاتها إسلامية في وسط تل أبيب تشرف عليها المصاب، نجيو دابا للمرحلة الثانية، أش غادي يديروا بهذا العلم هذا اللي قراوه هاد الطلبة هادو اليهود، ما كاينش من غير اليهود، وخرجوهم باسم علماء مسلمين وداروهم في بلايص معينة وعطاهم مراكز معينة، أشنو غادي يدير هذا اللي هو جاي لكل شيء ديال الشريعه وعارفه، عارف الفقه، عارف الاصول، عارف التفسير، عارف الحديث، عارف اللغه العربيه، عارف هذا الشيء، الاليات كلها عارفها. شنو المكيده اللي غادي يطبق بعد ما دار المكيده الاولانيه ديال العلم؟ المكيده الثانيه وهي كتم الحق اللي هو المبادئ ديال الاسلام. ليس هناك حق اكثر من الاسلام، الاسلام هو الحق، لأنه جاء من الحق، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. من خلال قول الله عز وجل هالفضح اللي فضح سيد ربي سبحانه وتعالى: وتكتموا الحق. هذه آية قرآنية تنقراها وندوزوها: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. شنو وأنتم تعلمون؟ بمعنى أن هذه الأمور التي يقومون بها، يقومون بها على علم، ويعلمون أن الإسلام هو دين الحق، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ورغم ذلك هم لحقدهم ومكرهم وخداعهم وسوء نياتهم وفساد طويتهم أو ما تخططوا لهذا الشيء، يديروا كتموا الحق من خلال الله عز وجل وتكتموا الحق. فأعداء الإسلام تيبدلوا كل الجهد ديالهم باش يشغلوا المسلمين بالفروع ديال الإسلام. خص أيها العلماء، ايها الاساتذه، ايها الدكاتره، خصكم عندكم خطه واضحه باش ما يبقاوش يشغلوكم. شو داك اللي تيدير الكروس؟
شو اللي تيوقفوا ليه في الطريق؟ نساء عاريات شبه عاريات هازين الماء وداكشي على اساس انها مرا في الطريق، واش تيديها فيها ويشوف فيها ويطلع فيها؟ ماشي يشغلو، لان عنده واحد الهدف بغى يلحق ليه ومخطط ليه ودار عليه التدريبات، هذاك اللي تيدير الكروس. فانت كذلك ايها الداعي، يا من تقود جحافل من المسلمين من ورائك ويتاثرون بك ويتاسون بافعالك، واش عندك شي خطه عارفها؟ كما قال سيد ربي سبحانه وتعالى على لسان الرسول ديالو الكريم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. شنو الخطة ديالك؟ منين غتبدا؟ منين غتوخر؟ شنو هي الاستراتيجيات؟ شنو هي التكتيك اللي عندك؟ شنو هو التخطيط دابا القريب والمتوسط والمدى البعيد؟ شنو هو؟ شنو كاين؟ واش عندك شي تصور ولا غير من فضائل الأعمال؟ التوحيد، العقيدة، كفر هذا، بدعة، ما ثبت، هادشي هذا اللي عندك. وتجيب الاحاديث ديال من احدث في امرنا هذا ما ليس في منه فهو ردون، واحاديث اخرى ديال اللي هي في نفس المساله، ولكن فين هي الخطه ديالك اللي غادي تبداها باش حتى الا مشيتي انت تترك خلفك الذي يسير، لان اجلك محدود واعداء الدين يكيدون بانواع المكائد، فعليك ان تكون على بصيره. اعداء الاسلام تيبذلوا كاع الجهد ديالهم باش يشغلوا المسلمين بالفروع ديال الاسلام. هذوك الفروع ديال الاسلام تتجي من بعد، ونبداو بالكليات هي الاولانيه، نبداو بالمعلوم من الدين بالضروره، وتيكتموا الكليات. اليهود يسعوا باش تكتم الكليات ديال الدين والاولويات ديالو باش ما تبانش. انا اعطيك مثال، الدين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم كان مجموع، فهذا الرسول مرسيد ربي قال وتخاطب: يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الله عز وجل امرنا قالنا ادخلوا في السلم كافه، اي جميعا، ومن لم يدخل في الاسلام جميعا فلن يحيطه ولن يستطيع ان ينصره، خصم جميعا كله. لهذا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بدات التخصصات، هذا متخصص في الفقه، هذا متخصص في الحديث، هذا متخصص في الاصول، وكاين وحدين متخصصين في التربيات، في التربيه، في مسائل التربيه، في مسائل القلوب، سموها التصوف. ومن بعد ذلك شنو داروا اليهود في كل هذا؟ دخلوا الدخان، دخلوا الخرافات، دخلوا الفساد في وسط التصوف، بمعنى الروح ديال هذا الشيء كاع كله، ديال الاصول، ديال الفقه، ديال هذا الشيء هذا كاع كله، هو هذا المجال التربوي الروحي الذي يتعلق بالنفس. دخلوا فيها وما استطاعوش العلماء باش ينقيوها. شنو داروا؟ حي التصوف كله بدعه، تحيد الدين كاع كله. اذا كان التوراه والانجيل اللي هما تحرفوا بدليل القرآن الكريم، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ما نكذبوش التوراة والإنجيل كله وما نصدقوش كله. علاش؟ لأن فيه فهذاك التوراة والإنجيل الصحيح، وفيه الدخان الفساد اللي هما دخلوه ليه اليهود والنصارى. فإذا كان هذا، فما بالك بالدين الإسلامي؟ ونحن نعلم أن أعداء الدين يكيدون له ليل نهار، فدخلوا لهذا الشيء هذا ديال التصوف، دخلوا ليه، لا بالنسبة للطرق ديالو ولا بالنسبة لمساج، حتى ولينا تنسمعوا الموسيقى الروحية، وسيتلقى لك البوذي مع المسلم مع اليهودي مع كذا كذا باسم انه الموسيقى الروحية. تيخص العلماء ماشي يلوحوا هذا الشيء، ماشي هذه الحكمة، ينقيوه ويخليو اللب ديالو اللي هو موافق للكتاب والسنة، كما دار ابن تيمية رحمة الله عليه في الآخر ديال العمر ديالو. عنده كتاب سميته التصوف، عنده كتاب سميته الأخلاق، وحنا يا هذا الاسم هذا ما عندنا ما نديرو به، نحيدوه، لاننا لا نحب الاسم ولا الرسم، لا الطرق ديالهم والقطب والمريد والشيخ وهذا الشيء كاع كله. نحن لا نقبل الا ما ورد في كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الاحسان، هو اعلى درجه، كما جاء في حديث جبريل: الاسلام والايمان والاحسان. فالاحسان حنا سنطلبوا الاحسان. ايوا قلبوا فين غادي يصيبوا الاحسان؟ واش غادي يصيبوا في كتب الفقه؟ لا. غتصيبوا في كتب اصول الفقه؟ لا. غتصيبه في كتب الحديث؟ لا. غتصيب احاديث اللي تتهضر على الاحسان، ولكن فين هي الممارسه ديال الاحسان؟ غادي نصيبه في هذا المجال هذا ديال التصوف. فجروا اليهود، اليهود شدوا هذا الشيء هذا كما دار عبد الله بن سبأ، حيت بغاو يقتلوه، قال لهم: يكفي انني دخلت لكم 10,000 حديث موضوع غير فضائل الصور، ولكن الله جند علماء اخرجوا الاحاديث الضعيفه والموضوعه كما تخرج الشعره من العجين.
بالجرح والتعديل والعلم المدقق في مجال علم الحديث. ايوا شنو غادي نديروا في هذا ديال التصوف؟ صافي ضربوه. فلهذا خصنا كيفاش نديروا نفهموا هذا الشيء. هذا كتم كتم، هذا هو التخطيط ديال اليهود، كتموا الكليات الدين واولويات الدين باش ما تبانش. شو تيناقشوا الناس دابا؟ يناقشوا لك واش غادي نحرك الصبع ديالي، ولا غادي نحرك، واش ندير ليه هكا ولا هكا، واش ندير القدم على القدم، والناس يتناقشوا في هذا الشيء. فين هو الخشوع؟ قد افلح المؤمنون، ماشي الذين يضعون اقدامهم على اقدامهم، لا، الذين هم في صلاتهم خاشعون. وشحال من واحد من هادو تتصيب اللحيه طويله وصل لجنبه، تتصيب لك يحرك هكا ويدير لك هكا اللحيه، بمعنى انا تنتشوش من الاول ديال الصلاح حتى الاخر، حيت تنسلم اسيدي راه شوشي عليا، راه مره دايره هكا ما ترصاش، يديك حطهم هنا، لا لا راه مشغول كذا كذا. وفين هو؟ وهذاك الشيء علاش علموه؟ علموه يركز على هذه الفرعيات هذه. وحتى يكون المسلمين متيقظين. علمتنا ايات القران الكريم ان كتمان ديال الانسان للحق وهو يعلم بحقيقة الأمور أو العزوف على الشهادة ديال الحق فيه نوع من إضعاف الحق وإضعاف المسلمين ملي الحق. قال تعالى في سورة آل عمران: وتكتم الحق، راه تيخاطب اليهود، وتكتم الحق. وجا في التفسير ديال هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى نهى وحذر اليهود عما كانوا يتعمدونه من كتمانهم للحق وإظهارهم للباطل، وأمرهم بإظهار الحق والتصريح بالحق، وحذرهم من تحريفهم لآيات الله اللي جات في التوراة واللي تتوصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالنبي الخاتم. وكتمان الشهادة إلى عرفها الإنسان هي نوع من الظلم، والظلم حرم الله عز وجل بكل الأنواع ديالو، وقال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظلموا. فكتمان العلم نوع من الظلم، بدليل قول الله عز وجل من سورة البقرة: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. فهذا هنا تنشوفوا هاد المكيدة الثانية وهي كتم العلم. إذا كتمه أولئك علينا نحن بصفتنا مسلمين وعلى العلماء من الدرجة الأولى أن تكون عندهم واحد النظرة واضحة، واحد النظرة كما أن الإسلام له صور كصور الطريق. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إيوا هذا كلام بالفم، ولكن فين هي الخطة ديالك؟ الكفار تيخططوا تيصوبوا هاد الاستراتيجية ديالنا، هاد التخطيط ديالنا، هاد التكسيك ديالنا، ها منين غادي نبداو، ها فين غادي نلحقوا، وكل مرة تيديروا محاسبة ومتابعة ومراقبة حتى تيلحقوا التخطيطات ديالهم وتيحققوها، وحنايا باقيين تنضربوا، مازال ما فهمناش كيما جوج كفار سلموا، غير جوج كفار كانوا متحدين بيناتهم، دائما شي تيدوز عند شي غير سلموا وهما تخاصموا بيناتهم، لان هذاك تبع جماعه والاخر تبع جماعه، ولات هذه الجماعه متخاصمه مع هذه الجماعه وتتكلم فيها، ولاو متنازعين في وسط الاسلام اللي قال الناس يا ربي ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فلهذا لابد ان نعلم خطه اعدائنا، على راسهم ابليس وجنوده من اليهود والنصارى ومن بني جلدتنا. كل شيء نعرفه، اعرف الحق تعرف اهله. فهذا نداء لنا جميعا ان نعلم خطه اليهود في الكيد للاسلام والمسلمين حتى نكون متيقظين، وان نرتبط بكتاب الله وسنة رسوله. والسلام عليكم ورحمة الله.